مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. مرة أخرى تعود الأضواء وتتجه نحو قضية المصالحة بين حركتي فتح وحماس بعد جملة قرارات أعلن عنها رئيس الوزراء في الحكومة المقالة إسماعيل هنية. بحسب محللين هذه القرارات تعمل على تلطيف الأجواء الداخلية وتخفيف حالة الاحتقان الداخلي. ودون أن تكون كافية لتحقيق المصالحة الفلسطينية. والبعض الاخر يفسر الطرح الاعلامي للمصالحه بانها زوبعه في فنجان. وفي حين يتساءل اخرون لماذا لا يتم الحديث بوضوح عن المصالحه الفلسطينيه والانتخابات في ظل التطورات الاقليميه والدوليه. كل هذه الاسئله واكثر اصبحت محور جدل حول ملف المصالحة مشاهدينا الكرام أرحب بكم في حلقة من برنامج من غزة وضيوفي في هذه الحلقة الدكتور فيصل أبو شهلة النائب في المجلس التشريع عن كتلة فتح والدكتور أحمد يوسف القيادي في حركة حماس أرحب بكم ضيوفي في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن آخر التطورات في المصالحة الفلسطينية وأبدأ معك دكتور فيصل يعني جملة من القرارات التي أعلن عنها رئيس الوزراء إسماعيل هنية كان خروج بعض كوادر حركة فتح عودة بعض من كوادرها أيضا في من الخارج إلى قطاع غزة بعد الأحداث التي حصلت في عام 2007 يعني ما متوقع هذه القرارات أن تعمل على صعيد المصالحة الفلسطينية يعني أولا كل عام أنتم بخير تحياتي لكل جميع شبر. المستمعين موضوع الاجراءات الاخيره بالسماح لاهل غزه انا بقول الغزاز وحتى بالبلدي كده يعني يرجعوا نعم. على بيوتهم يعني حقهم كلهم فلسطينيه في النهايه فلسطيني نعم. وغزاوي نعم. على بيته يعني ان نعود عن ممارسات انقساميه شيء جيد وانه النواب المجلس التشريعي يستطيعوا ان يزوروا غزه يعني حصلت عضو المجلس التشريعي هذا ومعتقلين سياسيين يعني هذا يوضح انه قديش كان سيء هذا الانقسام وهذه الممارسات وكم أثرت سلبا فإحنا إن شاء الله يعني نامل بان يكون هذه بادره للتراجع عن كل الممارسات الانقساميه <applause> عوده لحضن الوحده الوطنيه والمصالحه وانهاء هذا الانقسام. اللي زي يعني انا شخصيا عضو في وفد الحوار اللي بدا النقاشات والحوار للمصالحه من عام 2009. نعم. والان احنا في 2014 يعني خمس سنين. واحنا كل ما نقرب نشعر انه في تراجع، فعلشان كده يعني انا بامل ان شاء الله ان تكون هذه بادره لان نصل لان نرى فعلا انهاء الانقسام، وانا بقول بوضوح انهاء الانقسام واضح فقط بحكومه توافق وطني والاتفاق م. على الانتخابات، لما بشوف الحكومه وحلفت اليمين والمجلس التشريعي رجع يشتغل بقول لك المصالحه ان شاء الله طب لماذا اعتبرت حركه فتح ان هذه القرارات ليست كافيه لتحقيق المصالحه الفلسطينيه؟ احنا في البدايه لم يكن هناك تنسيق معنا، يعني انا يعني نكون نقول بصراحه انا في غزه موجود وانا مسؤول العلاقات الوطنيه لحركه فتح في قطاع غزه. لم يكن هناك اي تنسيق معنا وسالنا قالوا هي مبادره شيء جيد احنا رحبنا بها ما قلنا لا بس انا باكلمك الان بتسالني فيصل ابو شهله عضو المجلس التشريع اللي متابع يعني طوال وعن هذه الفتره يعني وعن كتله فتح وطوال هذه السنوات مش حصدق انه الانقسام انتهى لانه اقتربنا عده مرات وقعنا في القاهره 2005 في مايو واعلان الدوحه في فبراير 2012 م -م. يعني طب 2011 و2012 طب وبعدين طب يعني انت انت ت... يعني انت ح... تود ان تقول ان حركه فتح ليست جد الجد... حركه حماس عفوا ليست جديه ب... ب... يعني هذه المره ب باجراء المصالحه وتنفيذها؟ بقولش ذلك، بأقول انه بوضوح انه احنا بدنا نشوف الانقسام انتهى بتطبيق ما اتفقنا عليه، سواء في اتفاق القاهره مايو 2011 أو إعلان الدوحة 2012 فبراير. نعم. لذلك بعد ما أشوف وأعتقد وتتشكل حكومة التوافق الوطني، نبدأ نتحدث في نسمي الأمور، ساعتها بن... يعني في تلك اللحظة نقول إنه إحنا اقتربنا وصلنا إنه مش معقول نظل نقول لشعبنا إنه المصالحة صارت وخلصنا وقربنا، وبعدين لا إذا بطل شعبنا يصدقنا، فلذلك من هذا المنطلق، من منطلق الحرص نقول انه احنا بحاجة ان شاء الله ان نسمع بالقريب انه اه والله حكومة التوافق الوطني اتفق عليها رئيس فلان بده يكون نائب رئيس الوزراء فلان يعني هكذا انه في الحكو... الانتخابات بعد ست اشهر بعد مفوض الرئيس ما نرى يعني ما يتفق عليه هذا في هذه اللحظة نقول لشعبنا البشارة بان الانقسام انتهى واننا سائرون الى الوحده الوطنيه نعم. اما العوده عن ممارسات انقساميه هنا وهناك يعني انا بديش انا كل هذه الامور لاني انا كنت رئيس لجنه الرقابه ولا زلت المفروض في المجلس التشريعي الفلسطيني وحقوق الانسان والحريات العامه وفعلا في الفتره ما قبل الانقسام كنت زرت السجون انا واللجنه لجنه نعم. لم يكن هناك سجين سياسي كنا بنراجع وبنقول طب كل هذا صار بعد الانقسام نعم ما كانش في واحد مسموح له بيقدر يمنع انسان من السفر. ممنوع انه يرجع على بيته، ممنوع اسرائيل ممكن كانت بتحدد تنقلنا ما بين غزه والضفه، اما احنا لا. كل هذه الممارسات الانقساميه بتنتهي، تمام، بنعود للمصالحه اشي عظيم، لكن احنا بدي اشوف كل هذه الممارسات خلص صارت في التاريخ وذلك يكون بحكومه مسؤولة أمام المجلس التشريعي يحاسبها إذا تجاوزت لأي قانون أو نظام أو تعدت على حرية المواطن الفلسطيني نعم طب دكتور أحمد يعني حركة فتح تعتبر كل الرسائل الإيجابية التي تقوم بها حركة حماس تجاه يعني موضوع المصالحة غير كافية يعني يريدون أن يكون هناك تنفيذ فعلي لما تم الاتفاق عليه في 2011 وفي في الدوحه يعني لماذا حركه فتح حركه حماس في هذا الوقت بالذات يعني بدات بهذه المرونه في التعامل؟ بسم الله الرحمن الرحيم لا شك انه الحاله الفلسطينيه المأزومه يعني سواء في الضفه الغربيه او غزه وفوق الازمه في حاله نحن مأزومين ومكلومين في نفس الوقت يعني وبنعاني وبنحس في ضغوطات كبيره جدا للإضعاف الحاله السياسيه الفلسطينيه سواء هنا او في الضفه الغربيه أعتقد أيضا ما جرى في المنطقة وتحول حلم الربيع العربي إلى انتكاسة ومقاتل جانبية استنزفت طاقات الأمة وأبادتها عن أن, أن تكون القضية الفلسطينية هي محور الاهتمام إضافة لتهميش القضية في المحافل الدولية وتراجعنا يعني في أجندات المجتمع الدولي كل الأمور هذه لأي غيور يعني بيدرك أنه إذا استمرت الحالة بالطريقة هذه راح مشروعنا الوطني كله وبالتالي أملنا في تحقيق طموحات شعبنا في دولة فلسطينية حرة ومستقلة عمال بيتراجع وبيتآكل ولذلك أنا أعتقد أنه هذه نداءات يعني ومبادرات بتحمل نبرة طيبة ومواقف إيجابية وبحق للإخوة في فتح يكونوا أنا بعذرهم ربما في موضوع التشكيك وبعذر الإخوة في حماس لأن احنا صدمنا مجتمعنا وشارعنا الفلسطيني أكثر من مرة كدنا نصل قلن اصبحنا قاب قوسين او ادنى من المصالحه أهالي الانقسام تاتي تصريحات من هنا او هناك او فعل من هنا او هناك بيقلب الراس يعني بيقلب الامور راسا على عقب يعني اليوم احنا بدينا ندرك بان السكين بص بدا يصل الى عمق كل واحد فينا فلا بد ان نتحرك يعني وانا يجب ان نثمن ما يجري هنا وما ايضا الاستجابه الايجابيه والطيبه من قبل الإخوة في حركه فتح والاخ الرئيس ابو مازن للتعاطي مع المساله يعني هذه المهاتفات وهذه الوفود نعم اللي بتاتي بين بين سواء بين القاهره وبين الدوحه وبين غزه ايضا تحركات ايجابيه نامل ان نخلق حاله من الامل نعيد الامل من جديد انه الناس والله في مصالحه وانه مرحله المراوحه في المكان ان شاء الله سنقطعها ونتجاوزها الى وضع النقاط على الحروف وانا بقول لاخواننا في حركه فتح الآن هذه تصريحات صدرت من الإخوة في حركة حماس ومن أعلى مستويات فيها سواء من الأخ أبو الوليد أو الأخ أبو العبد المطلوب يعني إثبات صدق النوايا تفضلوا تعالوا غزة والتقوا مع القيادات هنا ويعني على الأقل على الورق نبدأ ندخل في التفاصيل لا شك أنه إحنا اليوم أقرب إلى بعضنا البعض خفت بشكل كبير جدا حاله الاحتقان والانسداد السياسي اللي موجوده بيننا وفي الان مهاتفات واتصالات وكذا ووفود بتروح وبتيجي بين غزه والضفه الغربيه كل هذه اجواء ايجابيه ربما تبشر بخير قادم ان شاء الله ونحن نامل ان يكون عام 2013 ان شاء الله اخر احزاننا اخر احزاننا وهذا العام هو عام الامل واللي خرجنا من من اوجاع وانتكاسه الربيع العربي في 2013 لنعيد البسمه والامل لشعبنا اللي هو بنتظر مثل هذه اللحظه طب يعني دكتور فيصل يعني الكره في ملعبكم في موضوع المصالحه الفلسطينيه يعني مفروض ان تتلقف حركه فتح هذه الرسائل الايجابيه تلقفنا ما فيش مشكله في اتصالات بالمناسبه يعني هي ما اجتش من الفراغ بالم... يعني كان هناك لقاء ما بين قياده حركه فتح ممثله بالاخ عزام الاحمد والاخ صائب عريقات والدكتور محمد اشتريها في الدوحه مع الاخ خالد مشعل واعضاء المكتب السياسي متواجدين هناك كان حديث برضه في المصالحة وبهذا الاتجاه ايضا كان هناك اتصال ما بين الاخ عزام الاحمد والاخ الدكتور موسى مرزوق اللي هم الاثنين ماسكين ملف في المصالحة في حركتي فتح وحماس ايضا كان هناك اتصال بعد الاتصال بين الاخ ابو العبد اسماعيل هنيه بسياده الرئيس و هذه يعني ابلاغه بالافراجات وما بهذه المبادره السيد الرئيس رحب بذلك وقال انه احنا جاهزين يعني انه في اي لحظه وكلف الاخ عزام الاحمد بالاتصال بالاخ اسماعيل هنيه واتصل به وتحدثوا مطولا وهناك يعني لكن هناك كما تحدثنا احنا بنتكلم موقع الحرص والمسؤوليه نعم. انه احنا بدنا بعد تجربه خمس سنين لا يعني هو الانقسام له سبع سنين الان بعد بدينا نتحاور إلى للمصالحه من خمس سنوات اول سنتين ما كنا ما بنكلمش بعض الان لا تقدمنا طب ماذا انجز كل مره بنق... يعني اقتربنا كثيرا احنا بعد مايو 2011 مش رجعنا نبشر الناس انه خلصت لما شكلنا لجنه المصالحه المجتمعيه مش لما شكلنا لجنه الحريات لكن كل الامور بعدها بتنعكس لذلك نريد أن يكون الأمور واضحة وملتزم بها وشفافة ومكتوبة حتى نسير قدما ما شعبنا ما عاد يتحمل يعني أكثر من هيك إيه أنا بعتبرها صدمات لا. فلذلك المطلوب الأمور تنضج إن شاء الله وهي تنضج يعني هي تسير بالطريق السليم وبتوقع إن شاء الله تكون هناك يعني نتيجة هذه الاتصالات هناك استجابة سيبلغ ورسالة سيبلغ بها الأخ عزام الأحمد ومباشرة بتكليف من السيد الرئيس سيأتي هو وفد من حركه فتح الى قطاع غزه للتوقيع مع الاخ الدكتور اسماعيل هنيه والاخوه في حركه حماس ويمكن ليش كمان احنا لا زلنا متمسكين بالمناسبه بالراعي المصري والوساطه المصري. عن. الر... هذا الامر عن لماذا يعني. الى غزه يعني لانه لي حتى لتجاوز لي وتسهيل الامور بتحقيق المصالح يعني عزام احمد دكتور دكتور احمد انه قال حماس طلبت تأجيل المشا... يعني التأجيل من أجل المشاورات داخليا وخارجيا يعني حركة حماس الآن يعني هل الرسالة ستكون إيجابية بعد هذه المشاورات التي يعني نحن في, الإعلام لا نعرف ما, ما ستنتج ولكن يعني تحليلاتك هل ستكون إيجابية وفق الرسالة الإيجابية التي تقوم بها حركة حماس يعني في يعني بدون شك أنه حتكون الموقف إيجابي وتعضيد لهذا الموقف اللي تأخذه هذا الموقف الأخ أبو العبد له موقف بيتحدث عنه من منذ شهر اغسطس الماضي وبيرسل اشارات ايجابيه وبيتكلم بلغه تصالحيه ونبره اخويه عاليه يعني انا اعتقد وهذا قرار اتخذ في في الشورى العام يعني على مؤسسات الحركه الشوريه وصادق علي المكتب السياسي نحن باتجاه مصالح نريد ان يعني هذا العام ان يكون هو العام الذي ينتهي فيه كل هذه المظاهر التي أدت إلى انقسام الشارع الفلسطيني واصطفافه وأيضا لأن هذا عام حاسم بالنسبة لقضيتنا نحن يعني هذا موضوع المفاوضات لا نريد أيضا أن نترك الأخ الرئيس أبو مازن آه أن يستفرد في الراعي المنحاز الأمريكي والإسرائيلي لإملاء السياسات ووضع ضغوطات على الحالة الفلسطينية لتمرير مواقف وحلول أو اتفاق إطارات غير مرغوب فيها فلسطين نحن يجب أن نعزز موقف الأخ الرئيس وندعمه وبالتالي نفس القصة لا نريد أحد أن يستغل حالة الحصار والضغط والظروف الاقتصادية الصعبة اللي بتمر فيها غزة أيضا لكسر شوكة الوضع الفلسطيني كله مقاومته وصمود شعبنا وما إلى ذلك نحن بحاجة في هذه اللحظة إلى بعضنا البعض أن نعزز من قدرات وصمود كل واحد فينا لأن هذا تعزيز لقدرات مشروعنا الوطني وامكانيات مواجهتنا لهذا الاحتلال لا نريد أحد لا يستفرد بغزة ولا يستفرد بالرئيس نريد أن نكون يعني سند وظهر ورافعة كل منا للآخر اسمحوا لي ضيوف أن نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود نستكمل حديثنا مشاهدينا الكرام فاصل قصير ومن ثم نعود مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد وارحب بكم ضيوفي. دكتور فيصل يعني الدكتور احمد ذكر ان موضوع المفاوضات ربما يكون له تاثير على المصالحه الفلسطينيه وان يعني الفصائل الفلسطينيه لا تريد ان تترك الرئيس يكون متفرد بالقرار بالمفاوضات، الى اي مدى تؤثر المفاوضات على المصالحه الفلسطينيه؟ وسمعنا المستشار لوزير الخارجيه الامريكي قال ان لا مفاوضات طالما وقع اتفاق المصالحة مع حماس بالمناسبة أولا المفاوضات قرار فلسطيني ومسؤولية فلسطينية للسيد الرئيس وهي مش المرة الأولى وكل مرة تحاول أمريكا أن تضغط بم وإسرائيل مهما ضغطوا لم يكن هناك أي تنازل أو استجابة لضغوطهم فالموقف والمفاوض الفلسطيني والسلطه الفلسطينيه وساد الرئيس بهذا الخصوص متم... يعني الامور واضحه تماما والصوره واضحه تماما، هناك محاولات، انا ما فهمته من حديث الدكتور احمد يوسف انه الكل الوطني لازم يكون مع بعض علشان في هذا الشان، هناك احنا امور صعبه بنوجه فعلا هناك امور حاسمه، المفاوضات، احنا مش ضد المفاوضات مفاوضات لكن المفاوضات اللي فيها تنازل ما حد بيوافق عليها. طيب حتى لا يحدث هذا او هذه الضغوط يكون لها تاثير تحتاج لوحده الموقف الفلسطيني، فانا بعتقد انه الوحده الوطنيه ستكون داعمه للمفاوض الفلسطيني على طاوله المفاوضات امام المحتل الاسرائيلي وستساعد في استخلاص الحقوق الفلسطينيه، فهذا امر كثير مهم وهنا تكون فعلا المصالحه والوحده الوطنيه مهمه، مين اللي ما بده بده يتم الموقف ضعيف اسرائيل فاللي بتساوق مع اسرائيل ومصلحتها انه بدهاش وحده وطنيه وبدها انقسام لذلك هنا تكون انا بعتقد المصالحه ستصب في هذا الاتجاه ستساعد المفاوضات ستساعدنا طالما انه احنا وانا بعطي الثقه والبشكك والبعض يقول لك المفاوضات وتنازل لا 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 هذه مش اول مره ان 20 سنه بنفاوض ولم يحدث اي تنازل وانا باكد انا سمعت شخصيا من الرئيس أبو مازن في عدة جلسات قال لن ولم أسمح بأي لحظة من اللحظات أن يسجل علي التاريخ أني تنزلت في شيء من الثوابت الفلسطينية هذا موقف واضح إيش بساعد؟ إحنا بنساعد الرئيس لما نكون متوحدين خلفه إسرائيل تهدد تلوح أمريكا ما مساعد أمريكا يقول أنه لا المصالحة طب شو هل نرتهن؟ احنا عمر إرادة الشعب الفلسطيني نعم. القرار الفلسطيني المستقل الشهداء بالمئات بالالاف قدموا دفاعا عن القرار الفلسطيني المستقل فلا اعتقد في اليوم بده يكون هذا القرار بايد حدا الا للفلسطينيين نعم. وباليد فلا خشيه من ذلك بالعكس هناك حاجه للوحده الوطنيه لنكون خلف المفاوض، وإذا نجحت المفاوضات محتاجين وحدة وطنية، وإذا فشلت المفاوضات برضو محتاجين وحدة وطنية، وغزة محتاجة وحدة وطنية ولا لا؟ محتاجة نعرف نسافر، محتاجة نحل أزمات الكهرباء، الشباب، الجيل البطالة، العاطلين عن الحصار المفروض، كل هذه المشاكل، طب إسرائيل ما هي مارستها علينا شمال، لأنه إحنا منقسمين اما في وحدتنا سنستطيع ان ننهي ونفك هذا الحصار، الاخوه في حركه حماس جزء اساسي من النسيج الوطني الفلسطيني وهم جزء من النظام السياسي بساعتها لا احد يستطيع ان يتعامل مع غزه او مع حركه حماس الا كجزء من الكل الفلسطيني ولا يستطيع ان يستفرد باجراءات أو ممارسات يعاني منها سكان غزة وأهل غزة يطبق عليهم الحصار لذلك أيضا المصالحة هناك فائدة وهناك أهمية لإنجازها بالسرعة الممكنة لإنهاء ما نعانيه في قطاع غزة إلى أي مدى تتفق مع كلام الدكتور فيصل الدكتور أحمد نحن نتفق بشكل كبير إذا إحنا بنفكر أنه سقف أي مساهمة فكرية من أي طرف فينا بغض النظر عن انتماء التنظيمي وكذا هي الوطن إذا كنا بنحط وبنقدم المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني نصب عيونه حتى لو كنا في تنظيمات وأحزاب مختلفة بيبقى قاسم اللقاء واللقاء في منتصف الطريق والقواسم المشتركة كبيرة بيننا مساحاتها كبيرة جدا بيننا اليوم إحنا بنحكي عن وضع فلسطيني مأزوم او مكلوم او كذا، احنا الطرفين بنعيشه واحنا الطرفين مطلوب منا نعزز من امكانيات كل طرف. انا اريد ان تبقى فتح قويه وكريمه وعزيزه ونفس الشيء في غزه واريدها ايضا حماس تكون عزيزه وكريمه في الضفه الغربيه، لا نريد ان نكون كلنا ضحايا ممارسات الاجهزه الامنيه التي تسيء لكرامه المواطن الفلسطيني، نحن نريد ان تعود الامور أو زي ما يقولوا المياه الى مجاريها نريد ان يكون هناك في سلاسه في التعامل بين بعضنا البعض لا. انا ساسعد اذا افتتحت كل مقرات فتح وعاد شباب فتح لل... للمساهمه الوطنيه والتفاعل الوطني ونقف جنب بعضنا الى جنب البعض الاخر الاخر في كل مناسباتنا الوطنيه هذه الروح اللي انا اريدها ان تسود علاقاتنا اللحظة اللي اشوف فيها انه كل واحد فينا بيطلع للاخر كما كررتها في اكثر من مكان لانه هذا هي العنوان لصدقية ما, ن... ما كل واحد فينا بيقوله ان ارى الاخوة في حركة فتح قرة عين لي وانا وهم يرون في حماس قرة عين لا وبالتالي بهذه الطريقة بنوحد صفنا بنعزز من قدرات مقاومتنا على وشعبنا على الصمود والتحدي هذه الامور اللي احنا علينا كلنا ننتظرها يعني اما ان ظلينا نعود الى سياسه المناكفات ومحاوله الاتهام والتشكيك بالخيانه وكذا كذا هذه ستظل تنهش في نسيجنا الاجتماعي حتى لا يبقى لنا يعني ظهر نمكن من خلاله أن نواصل عملية الصمود والمواجهة مع الاحتلال إسرائيل تطمع أن تكون يعني تستطيع أن تحقق إنجاز آخر أشبه بإنجاز أوسلو يضعنا في متاهات لعشرين سنة أخرى وبالتالي هي تثبت المزيد من الاستيطان على الأرض في الضفة الغربية واستكمال مخططات التهويد في القدس هذه الأمور التي تطمع إسرائيل من خلال الدعم الأمريكي ومحاولات الضغط على الوضع الفلسطيني في ظل الوضع العربي المتهالك. الآن ما يعني للأسف الخارطة العربية كلها خرجت فلسطين من دائرة اهتمامها وتفاعلها مع هذه القضية الفلسطينية كنا دائما نقول كقضية المركزية للأمة العربية والإسلامية. اليوم أمتنا بتعيش حالات من الانفجارات الداخلية والصراع الداخلي والحروب الأهلية أضعفت كل بلد فيها وأصبح لا. عاجز عن أن يقدم شيء للفلسطينيين. لذلك أنا أقول لك احنا اليوم في أمس الحاجة لبعضنا البعض، في أمس الحاجة لاستعاده فتح لقدراتها وامكانياتها في السياسه وفي الاقتصاد وفي المقاومه ونفس الحال بالنسبه لحركه حماس، كده بنستطيع ان نواجه العدو وبنقف يعني على قلب رجل واحد في مواجهه هذا الاحتلال والقضاء على كل الاطماع اللي بفكر ان يمررها من خلال ضغط امريكي او ما الى ذلك او استغلال حاله الحاله العربيه التي تعيش نعم. أضعف حالاتها نعم طب اليوم الراعي المصري رفض وجود حماس على طاولة تنفيذ المصالحة في مصر يعني بسبب يعني الظروف التي تغيرت ويعني إطلاق على جماعة الإخوان المسلمين أنها جماعة إرهابية فبالتالي الراعي المصري يرفض أن تكون حركة حماس موجودة على طاولة المصالحة الفلسطينية في مصر هذا حسب ما قال عزام الأحمد يعني مصر غير متحمسة لحماس في الموضوع هل هذا يؤثر على أن يبقي المصالحة تراوح مكانها؟ أنا أعتقد لا, لا إحنا يعني حتى إحنا أيام اتفاق مكة كنا قد أنجزنا معظم النقاط اللي تم التوقيع عليها في مكه كانت تم انجازها هنا في غزه يعني نعم. من خلال لجان العمل الوطني الاسلامي انا اعتقد الاخوه في مصر معذورين او لانهم عندهم اوضاع داخليه صعبه وعندهم آه يعني تصديق المصادقه على الدستور وانتخابات رئاسيه وبرلمانيه نعم. وما الى ذلك نحن لا نطمع الكثير لمصر ان تقدموا في هذه يعني الاوقات الصعبه لكن نحن بامكاننا ان ننجز كل هذه الامور مرة ثانية كما أنجزناها في غزة وعندما تستوي الأمور على سوقها سياسيا وأمنيا في مصر يمكن أن تعود مصر بالظل مصر حاضنة للقضية الفلسطينية ولا يمكن حتى هم لو حاولوا يتخلوا عنا مش هنتخلى عنهم يعني بالظل مصر هي الـ 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 بصراحة هي الركيزة الأساسية لقضيتنا والشريك القوي في مواجهة هذا العدو المحتل ونفوذها وتأثيرها مستقبل ان شاء الله على في السياسه الدوليه خدمه نعم. للقضيه الفلسطينيه بظل امل مرتجل لنا وشيء نعول عليه يعني. فلا يمكن احنا نتخلى عن مصر لكن بسبب ظروف مصر الان احنا مستعدين هنا ننجز كل الامور يعني داخليا انت قصدك داخليا لانه احنا مصر بذلت جهد مشكور يعني عندما وصلنا الى توقيع الاتفاق اللي تم في القاهره خلاص الجهد الكبير بذلته مصر مشكوره يعني الان وايضا اتفاق الدوحه موجود وهذه كل التفاهمات اللي تمت في دمشق واليمن وفي دكار ومش... كلها موجودة نحن كل الأوراق بدينا كل المستندات بدينا فقط هي عملية ريفيزيتنج زي ما بيقولوا الامريكان اعاده نظر ومراجعه لبعض التفاصيل اللي بتتناسب مع الحاله اللي وصلنا لها اليوم يعني، فانا اعتقد احنا الجاهزيه عاليه لان نعود ان نمارس هذا العمل لحتى تتشافى مصر وتتعافى مما وقع فيها من احداث يعني، وفي الاخر عندما نصل الى مرحله التوقيع برضو بنعرض المسألة عليهم كطرف للشهادة والمباركة وأعتقد لن يتخلوا عن القضية الفلسطينية القضية الفلسطينية مرتبطة ارتباط أساس بالوضع في مصر ومصر أهم سند أمني وعسكري و وشعبي للقضيه الفلسطينيه والشعب الفلسطيني طب طيب دكتور فيصل يعني الدكتور احمد حكى انه ممكن انه احنا يعني يتم حل او تنفيذ المصالحه بشكل داخلي وانت حكيت لي انه انتم متمسكين بالراعي المصري في موضوع المصالحة طيب هيو رفض وجود حماس على طاولة تنفيذ المصالحة في مصر ما هو مش يعني انه يصير الموضوع او ترتبط المسألة في انه اذا الراعي المصري ما بدوش اذا لما يرضى احنا منيجي نتصالح يعني في النهاية لا هي مش كده هو الرعاية المصرية اللي آه يعني اوصلتنا الاتفاق آه القاهرة تمام مايو معك تمام طيب اوصلتنا يعني وحقيقة بالجهد المصري الكبير اللي بذل طوال سنوات الانقسام السنوات الماضية أوصلنا إلى هذا الاتفاق وبعد تلا لشيء معين اللي هو إعلان الدوحة اللي هو بخصوص أنه رئاسة السيد الرئيس للحكومة وفترة أنه مرسوم الانتخابات الآن مصر إحنا ارتباطنا عضو في مصر ومصر بالنسبة للكل حتى لو عتبت علينا احنا ما بنسيب لانه لا ننسى الفضل مصر قدمت بشهداء ب بتر... يعني قدمت الكثير للقضيه الفلسطينيه فهل يعقل انه احنا أو بننساها او بننسى هذا الجهد لا وانا اعتقد الاخوه في حماس ايضا لكن احنا الان شيء انجزنا واتفقنا عليه طب شو المشكله ان ننفذه لن تعارض مصر تطبيق أو توقيع الاتفاق، أنا بأكد لك ذلك، إنه مصر ستقول إنه هذا بالعكس مصلحة للامن القومي المصري أن ينتهي الانقسام ونوقع عليه، وستكون مصر داعمة لها، ولن نتنكر ولن نتخلى عن الوساطة المصرية والدور المصري، وبالآخر بعد ما نتفق ونبدأ إحنا محتاجين لمصر ومحتاجين لكل أمتنا العربية أن تدعم هذا الاتفاق. ما هو أصلاً البداية من كلف مصر بالوساطة ؟ جامعة الدول العربية يعني مصر تمثل الأمة العربية في الوساطة في الملف الفلسطيني وهذا الخلاف الذي حدث فلذلك سنعيد تعود الأمور ولن نتخلى ولم تتخلى وأنا بأكد لك لا مصر س يعني حين ننجز هذا الاتفاق على الأرض وأن نعود نتكلم كفلسطينيين مش كفصائل ما هو ما بنفعش أوكي قد تختلف وأنا هذا ما قصدته انه احنا بالاخر نحن إن بحاجه انه مصر لن تتعامل بعد ذلك الا مع السلطه الوطنيه الفلسطينيه، مع النظام الفلسطيني، مع الموزيك الفلسطيني المتكامل، هذا امر وان تتعامل فصائليا مع كل فصيل لحاله شيء اخر، فان شاء الله بانجاز هذا الاتفاق وننفذ المصالحه نشكل حكومه التوافق الوطني نشكل نحدد موعد الانتخابات لا مصر ستكون داعمه وستظل تقوم بدورها وتنتهي ان شاء الله كافة لا. هذه الامور. دكتور احمد البعض يعتبر ان يعني قبول حماس لتنفيذ المصالحه وهي كانت متعنتة في السابق بسبب الظروف الاقليميه والدوليه التي حصلت يعني البعض يحلل ان حماس ان تمر في ازمه ماليه وازمه اقتصاديه وحتى ازمه سياسيه هل انت مع هذا التحليل ام لا؟ يعني حتى لو افترضنا جدلا انه ما يتم ترديده في وسائل الاعلام وعلى السنه الكتاب او كذا من حماس محشوره في في الزاويه زلنا. ولذلك ما لا. حتى لو كان هذا صحيح نحن في الاخر هذه قضيه شعب مش قضيه حماس لوحدها هذه قضيه وطن مفروض من الكل الفلسطيني يقف يسند بعضه البعض وكما قلت نحن لا نريد ان الرئيس محمود عباس يكون محشور في الزاويه ايضا ويتقدم يعني تحت كل هذه الضغوط التي تفرض عليه لتوقيع اتفاق إطار أو ما إلى ذلك يكون هو في لحظة ضعف يعني تسترخي معها كل عناصر الصمود والثبات والتحدي وبالتالي تضيع القضية في الآخر نحن كل واحد فينا بحاجة إذا أنا وجدت حماس والله الآن مأزومة ومكلومة مفروض أشد من أزرها لأن القضية قضية مشروع وطن مش مشروع حماس ولا مشروع فصيل أو حزب ونفس القصه انا بديش اشوف الرئيس الأخ رئيس ابو مازن مازوم ويمكن بسهوله كسر شوكه القدره على الرد والرفض عندما تملى عليه سياسات معينه اريد ان يكون سند إلي بنفس القوه التي اطمع ان تكون فتح والسلطه الوطنيه وكل الكل الوطن الاسلامي نعم. واقف مع حركه حماس للخروج ايضا من مأزق الحصار والاحتلال <applause> طب الى اي مدى يتم تاثير عدم تنفيذ المصالحه على المشروع الوطني الفلسطيني وانتم جزء يعني من هذا المشروع في حركه حماس انا اعتقد اذا اذا يعني ما تحركنا بالسرعه المطلوبه لانجاز المصالحه تحقيق المصالحه وانهاء الانقسام، نحن داخلين على وضع كارثي قد يؤدي الى الانفجار باي شكل من الاشكال، انفجار داخلي انفجار خارجي، المهم لن يستقيم حال البلد بهذا الوضع سواء في غزه او في الضفه الغربيه، نحن نريد ان بسرعة أن نستعيد وحدتنا الفلسطينية نريد شراكة سياسية وتوافق وطني نريد أن نصلح علاقاتنا مع عمقنا العربي والإسلامي وأيضا مع المجتمع الدولي حتى تظل قوافل التضامن وكسر الحصار موجودة وأيضا ظل يعني نستند إلى ركن ركين ونقيم عروة وثقة فيما بنا بعضنا البعض لبناء عقد اجتماعي جديد يضبط الحالات السياسية الفلسطينية بطريقة لا نضل بعدها ونفقد البوصلة اتمنى انه ان شاء الله الايام القادمه هي عناوين لمرحله جديده تتحقق في المصالحه وبينتهي الانقسام. دعونا نذهب الى فصل قصير ومن ثم نعود مشاهدينا الكرام فاصل قصير فتفضلوا بالبقاء معنا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد وارحب بك دكتور فيصل وايضا دكتور احمد. دكتور فيصل الى اي مدى الظروف الاقليميه والدوليه تؤثر على المصالحه الفلسطينيه وانتم في حركه فتح يعني وايضا السلطه الفلسطينيه تمتازون بعلاقه جيده مع مصر وبقيه الدول العربيه هل من تاثير على ذلك ونسمع اليوم ان حركه ان مصر يعني ربما تبتعد عن موضوع المصالحه الفلسطينيه والحل يكون بايد الفلسطينيين انفسهم. يعني هناك قوى لا شك موجوده على المستوى الدولي، على المستوى الاقليمي، على مستوى المنطقه كلها ومحليه داخليه منها من يؤيد ومنها من يعارض المصالحه الوطنيه الفلسطينيه. لكن لا احد وطني فلسطيني يستطيع ان يقول ان المصالحه ليست في مصلحه المشروع الوطني الفلسطيني او مصلحه القضيه الفلسطينيه. لذلك من الاهميه بمكان انه احنا الان وضعنا المصالحه الفلسطينيه والوحده الوطنيه هي قضيه وطنيه عليا واولويه للشعب الفلسطيني. مصر زي ما حكينا مش انها بتقول ماليش دعوه لا هي في عندها انشغالات لكن هي داعمه للمصالحه الوطنيه الفلسطينيه العلاقات احنا حتى كانت العلاقات لما تختلف هنا او هناك لكن القرار الفلسطيني المستقل والمصلحه الفلسطينيه قبل كل شيء واحنا كنا متمسكين يعني قبل لما كانت مصر بيحكمها الاخوان المسلمين خلينا نكون نحكي بصراحة برضو كنا إحنا نذهب إلى مصر ونتكلم عن المصالحة والقضية الفلسطينية ما بنتخلّى شو يعني هذا أمرنا هذه هذه مصلحتنا ولا لن يؤثر عليها شيء علاقات فتح في العالم كله تصب في مصلحة القضية الفلسطينية وهي ضد أي وتتصدى لأي قوة تحاول أن يعني تؤخر الحق الفلسطيني احنا في حركه فتح يعني يوم ما اجتهدنا ودخلنا الحلوة. إحنا اصلا الفصائل هي اللي بدخل ال... اي انسان الفصيل مش لمشروع وطني صحيح احنا ما دخلناش الفصائل عشان بدنا واحد فينا يصير وزير ولا بده يصير لا احنا دخلنا عشان قضيه فلسطين اجتهادات مختلفه اوكي لكن بالاخر هي فتح علمتنا انه هي اداه فلسطين وسيله لتحرير فلسطين وسيله لاستعاده الحقوق الفلسطينيه فسنظل على هذا النهج اي ضغوط خارجيه لا ارتهان لها بالعكس كل علاقاتنا توثق على هذا الامر بالنسبه لانه اخوتنا في حماس اذا كانت الدنيا تغيرت هنا هناك احنا تربينا وكان دائما نقوله يعني انه نجعل من اجسادنا جسورا لاخواننا كي يعبروا، يعني هذه علمتنا اياها الحركه، فسنستمر بهذا النهج الان ان شاء الله بالقياده الحكيمه للرئيس ابو مازن وتوجيهاته ستستمر هذه المسيره وان شاء الله بنستطيع ان نحقق المصالحه الوطنيه الفلسطينيه وايضا انهاء الاحتلال الاسرائيلي لارضنا واقامه الدوله الفلسطينيه على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس وحق العوده للاجئين بيطبق وكل هذه الامور ان شاء الله نستطيع انجازها المطلوب منا لتقويه موقف الرئيس ابو مازن وموقف المفاوضة الفلسطيني في هذه الظروف الحساسه وهذه الضغوط الكبيره على الوحده الفلسطينيه اصبحت اهم واللي بيطلب انه لا مهل لا هو بده يضعف الموقف بده شيان يعني نوصل لحقوقنا الفلسطينيه فلا تردد وان شاء الله كافه هذه الامور توصلنا الى يعني نعطي البشاره لاهلنا مش بس مصالحه لا والدوله الفلسطينيه ان شاء الله يعني المستقلة وعاصمة القدس والحق العودة ثوابتنا الفلسطينية تحقق إن شاء الله في هذا العام نعم دكتور أحمد الآن في كثير من السيناريوهات لربما تحدث عنها الكثير حول يعني عدم تنفيذ تحدث الكثير من السيناريوهات يعني أنت في حركة حماس ما المتوقع في حال لم يتم تنفيذ المصالحة أي سيناريو سوف يعني يكون عليه المشهد الفلسطيني أنا أعتقد أنه السيناريو اللي سنتشبث به يعني هو سيناريو تحقيق المصالحة وأن هذا العام هو عام المصالحة إن شاء الله أي سيناريوهات أخرى لن نفكر بها لأن هذا هو سيبقى مربط الفرس في قضية قدرتنا على الصمود والثبات وحماية مشروعنا الوطني أو عدم حمايته لأنه إذا ما تحققت المصالحة ما حتمشي المفاوضات ولا حيصير أي وصول لأي تفاهمات لأنه ستبقى الحالة الفلسطينية مشغولة داخليا في حالة من الاحتراق وهذا شيء نحن ضده بشكل كبير جدا كما قلت القرار داخل الحركة إنه هذا عام عام المصالحة ويجب بأي كلفة وبأي ثمن أن نصل بإنهاء الانقسام حتى نحفظ مستقبل هذه القضية بدل المجهول الذي ينتظرنا يعني. إحنا لا في ظل هذه الحالة العربية يعني أصبحت في الدرك الأسفل يعني من الضعف والتهالك والهوان لا يمكننا إلا أن نعيد بناء وضعنا الداخلي هذه الخيار الأول والأخير لنا بناء وضعنا الداخلي واستعادة هيبة ومكانة الفلسطينيين وأنا أقول لك هناك رغبة وزي ما بيقولوا بالامريكان إذا صدق العزم وضح السبيل نعم. أعتقد أنه إحنا لدينا رؤية أنه هذه المصالحة يجب أن تتحقق وأن نعود من جديد لترميم علاقاتنا مع شعبنا واستعاده زخم القضيه الفلسطينيه وضعها في صداره اجندات الدول العظمى لا يمكن ان نظل على هذه الحاله حتى لو استدعى ذلك تسخين الحدود وكل الامور المتعلقه بقضيه وضع الاحتلال داخل دائره الكلفه بدل ما هو احتلال بلا كلفه يعني اللي هو بيلعب على هذا الوتر وبيستغل ايضا انه بيتمدد داخل الضفة الغربية بدون أن يكون هناك رادع باعتبار أنه الحالة الفلسطينية منقسمة وهذه لحظة يعني ضعف الموقف الفلسطيني موقف غير ليس على قلب رجل واحد نحن نريد بالمصالحة أن نعزز قدرات قدراتنا كفلسطينيين وأن نقول نحن على قلب رجل واحد في رئيس موجود في حكومة إن شاء الله بتم التوافق عليها في ضبط لإيقاع حالنا السياسي وأيضا فيما يتعلق بقضية المقاومة ومدى تثوير هذه المقاومة وت... يعني التعجيل ب... بأنه تجعل العالم كله يعيد التفاته إلى فلسطين ويعمل على تسريح سياسي ينتهي بدولة فلسطينية على حدود 67 والقدس عاصمة عليها كما إن شاء الله يكون حق اللاجئين أيضا محفوظ في ظل هذه المعادلة طب دكتور هل أنت تجد أن حركة فتح متحمسه وفق يعني هذه الاتصالات التي يجرونها وفق ايضا المسار التفاوض الذي تسير به حركه فتح وايضا السلطه الفلسطينيه متحمسه لاجراء المصالحه الفلسطينيه. انا بصراحه يعني انا رجل عندي اخوتي فتحويه وعندي صداقات كثيره في الوطن وخارج الوطن مع اخوه كثيرين في حركه فتح كثير منهم اتصلوا يعني يثمنون هذا الجهد نعم. الذي وهذه التصريحات اللي صدرت عن الاخ ابو العبد وبيعتبروها يعني ان شاء الله بدايه الخطوه ايجابيه في في طريق ان شاء الله تحقيق المصالحه وإنهاء الانقسام يعني وجدت نوع من الفرحه والنشوه والابتهاج موجوده لدى الاخوه في حركه فتح واستعداد عالي للعوده للوطن ايضا ويكونوا جزء من محاوله يعني اعاده استعاده اللحمه الوطنيه وبناء النسيج الوطني والخروج من دائرة الاستفاف أو الاستقطاب اللي موجودة واللي دمرت حياتنا المجتمعية يعني. انا اعتقد انه في فرحه كبيره لدى الاخوه فتح كما هي هذه الفرحه موجوده لدى الاخوه في حركه حماس يعني في نهايه هذه الحلقه نتمنى ان يكون الرد من حركه حماس ايجابي يعني من اجل تنفيذ المصالحه الفلسطينيه ونتمنى ايضا من حركه فتح ان يعني تقبل كل القرارات وتتلقفها بطريقه جيده وتستخدمها وايضا اللعب على الوتر الداخلي وانهاء كافه الاحتقان الداخلي اشكرك الدكتور احمد يوسف القيادي في حركه حماس كما اشكرك الدكتور فيصل ابو شهله النائب في المجلس التشريعي عن كتله حركه فتح والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام ونشكر لكم متابعت متابعتكم الطيبه لهذا البرنامج شكرا